العزيز. بالأمل تستمر الحياة، بالأمل تقدر تتخطى كل العقبات وتواجه كل صعوبة. هو ده شعار صديقتنا الجميلة في مواجهة العواقب. تحديات كتير بتواجهها لكنها بتقدر تتغلب عليها بكل شجاعة وعزيمة وإصرار. ثقتها بنفسها كان أكبر دافع لي لتخطي هذه العواقب ومواجهة كل صعب. صديقتنا الجميلة مؤمنة بمقولة لا أعاقب مع قوة الإرادة.